ازيك يا ست سلطان؟ نحمده. خير في ايه؟ كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع كده. اؤمر. قبل كده كنت قلتلك مرة ان انا نفسي ابقى مكان سلام الله يرحمه. بتهيألي. واعتقد يعني ان سلام لو عايش ما بيننا ما كانش هيرضى اخته تقف وتشقى بالشكل ده. وبعدين؟ قصدي يعني ان انت افضلك علينا كتير. وانا انا عندي محل بره المعز، ممكن افرشهولك من مجاميعه واجيب لك حد كمان يدور المكان، وانت سلطانه تقعدي معززه مكرمه. اخوك فين يا عادل؟ معرفش مكانه. يبقى لو عايز تخدمني تجيب لاخوك، غير كده مفيش كلام ما بيننا. انا كان قصدي ان انا يعني محدش يلسن عليك. مالكش دعوه، انا هاخد على التلسين زي ما كان في ناس زمان واخده عليه. عادل ما تنساش تسلملي على ابوك. قول له السلطانة بتقول لك حمد لله على السلامة، وعايزك تقول له الكلام اللي قاله لك سلامة الله يرحمه يوم الخنابة. طب ولزومه ايه الكلام ده طيب؟ أصل في ناس بتنسى وأنا بحب أفكرها. إيه يا سلطانة ساكتة ليه؟ ساكتة ليه من أول ما خرجت؟ بحاول أصدق اللي أنا سمعته. معقولة الدنيا وشرها ترجع تعيد شرها بنفس الطريقة تانية؟ معقولة طبعا، بأمارة العربية دي. تقصد ايه يا حمدي؟ أقول لك على حاجة غريبة، بتصدقيني؟ قول يا حمدي، أنا خلاص ما بصدقش حد غيرك. الكلام اللي احنا سمعناه ده يطمني جدا ويريحني. من أول ما دخلت الحارة وشفت العربية في المكان ده وأنا بفكر فيها. تقصد ايه؟ أقصد الواد ده داخل وعاوز يعيد سيرة أبوه. أبوه اللي مدفون تحت رجلينا هنا، واللي دفنه أبوكي. وتلف الأيام والسنين وتحط العربية في نفس المكان اللي كان حاطط فيه عم جابر علوان عربيته. سألتيش نفسك ليه؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده بيحصل في الأفلام. الواد ده راجع المرة دي وعارف كويس قوي هو عايز ايه، ودارس خطوة بخطوة، وعنده استعداد يدوس على أي حد هيقف قصاده. ما هو ده الامتحان بقى يا سلطانة، إن اللي وقف له زمان مش غريب عنك، ده دمه بيجري في دمك، أبوكي. أنا مش عارفة أنت جايب الأمل ده كله منين. بالحب يا سلطانة. جري يا حمدي، هو مفيش فايدة فيك. يا سلطانة، أنت عارفة كويس جدا إن أنا بحبك يا سلطانة، وعايز أشوفك دايما ناجحة. عايز أشوفك زي ما كل الناس شايفاكي. سلطانة تفضلي دايما سلطانة، وأفضل دايما في ظهرك زي ما كنت طول عمري في ظهرك يا سلطانة. أصيل يا حمدي. طول عمري يا سلطانة. يمهل ولا يهمل؟ لا ولسه حقك. انا سيرتي بقت على كل لسان، اللي يسوى ولا ما يسواش. امشي يا كريمه، روحي شوفي مصلحتك. هشوفها، وبكره تشوفي اللي قدامك دي هتروح لحد فين. هتروح فين يعني؟ هنجيب لها عيش وحلاوه في السجن. بس يا حمدي خليها تمشي. بس يا حمدي، ده على اساس ان التلسين مش عاجبك. التلسين ده انا دقته قبل منك، وانت عارفه كويس قوي ان انا ما بلسنش على حد كان بيني وبينه عيش وملح، ولا اشوفه مكسور واجي عليه. خلصت الكلمتين؟ لا هما مش كلمتين، انا بس بفكرك. طب اسمعي انت بقى، انا لا عمري جيت عليكي ولا جيت على حد. اللي بيحصل لك ده بتدفعي ثمن اللي انت عملتيه. ايه اللي عملته؟ هو انت تعرفي عني حاجه من اللي هم اتهموني بيها؟ أنا ما أعرفش حاجة عن حد. أنا حتى جوزي اللي نايم في فرشتي طلعت ما أعرفوش. لكن كل اللي أعرفه إن من النهاردة وطالع أنا مش هفكر غير في كريمة. كريمة وبس. من النهاردة؟ لسه بتكذبي على روحك؟ أنت من زمان قوي بتفكري في نفسك يا كريمة.
واضح ان اللي حصل ده لسه ما فوقتيش منه. حاكم ساعات بيبقى فيه بني ادمين كده لازم ياخدوا بالقلم يطرشوا عشان يفوقوا. وكده تبقي ما بتلسنيش. انا ما عملتش حاجه في حد عشان افوق. بصي يا كريمه، انا كده عملت اللي عليا وجبت معاكي اخر الاخر. بس افتكري من النهارده ان اديتك فرصه واثنين وثلاثه عشان ترجعي، وده ما حصلش. بعد كده بقى مش هبقي على حد، ويلا اتكلي على الله. شكرا يا اختي، شكرا على النصيحه الغاليه. لا ولسه لسه ما هنشوف. خلاص يا حمدي بقى، فضها سيره. شفت اهم لبسوا، فانت كمان. سمعت ان شيماء هي السبب، ولو عندهم شغل مغشوش. وشيماء هتشتغل دلوقتي في المغشوش؟ دول ولاد حرام بيغفلونا كلنا واحد واحد. قلتيها من زمان يا سلطانه، ما بيقع الا الشاطر، وان اوانا اهو ان احنا نستغفلهم. ازاي بقى بعد كل ده وبتساليني ازاي يا سلطانه؟ انا مش عايزه افضحه، انا عايزه حق اخويا، عايزه شيماء اللي خده مني وبيعهولي حته حته. انت بتسمعي كلامي؟ لا ورد، لا ممكن ياذوها. ازيكم يا جماعه؟ في برضه مش هتلف دماغك؟ يا سلطانه انا هبقى معاها، ولو حابه انت كمان تبقي معانا اتفضلي ابقي معانا. هو في ايه بس؟ حد يفهمني. مفيش حاجه يا ورد، اسكت انت. لا في ان احنا عاوزين نزرع حد في بيت ولاد الحرام دول. مفيش حد في الدنيا هيساعدنا غيرك.